انا دايما ببقى سعيده جدا لما بحس انه الدوله بتتحرك، وانه في حاجات كتير بننفذها على الارض، وفي حاجات كتير بنقدر نساعد بيها يعني اهلنا وناسنا واولادنا. تم اليوم تعيين الدكتوره ايمان كريم مشرفا عاما على المجلس القومي للاشخاص ذوي الإعاقة. والحقيقة دكتورة إيمان هي يعني مشرفة جدا ونشيطة وكلها طاقة إيجابية وكلها أمال وأحلام إنها تقدر تقدم خدمات وتساعد طول الوقت. بالأمس أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أصدر قرار بتكليف دكتورة إيمان كريم الأستاذ بكلية اللغات والترجمة جامعة 6 أكتوبر بالإشراف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. الحقيقة أنا سعيدة جدا كمان دكتورة إيمان يمكن يعني كان ليها يعني محبوبة جدا حتى على المستوى الاجتماعي، فهي أيضا فازت في انتخابات نادي الصيد ويعني فازت الحقيقة يعني رقم مشرف جدا. خلينا نكلم دكتورة إيمان كريم المشرفة على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عبر زوم. مساء الخير دكتورة إيمان. مساء الخير أستاذة شخصي، أنا سعيدة جدا أكون معاك النهاردة. أنا كمان سعيدة بيكي جدا، وكنت الحقيقة متابعة دايما نشاطاتك، وسعيدة قوي بالنجاحات اللي أنت بتقدميها، وسعيدة بأنه حتى المجتمع المدني يعني الجميع بيدعمك طول الوقت. كلميني عن هذا التعيين. الحقيقة أنا شرفت بتعييني وتكليفي بهذه المسؤولية الكبيرة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وده من خلال تعييني وتكليفي بالإشراف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. ده الحقيقة دور كبير جدا في ظل طبعا اهتمام الدولة الكبير والقيادة السياسية بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات. مهمة كبيرة وهي حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة ونشر الوعي الحقوقي، والحقوق دي الحقيقة أقرها الدستور وأقرها القانون الأخير اللي هو قانون 10 سنة 2018. والتوعية بهذا القانون وضمان ممارسة كل الحقوق في كل المجالات، ده دور المهمة أو المهم ده في المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا مش عايزة أستفيد، ولكن يعني دي احد طب دكتورة إيمان احنا هنستأذنك علشان برضو يبقى الصوت اكثر وضوحا، احنا يعني هنعود الاتصال بيكي وهيكون هاتفيا علشان ايضا يعني نستمع ليكي ويبقى في تفاعل بيننا وبينك ونسمعك بشكل افضل. طيب هنعود الاتصال اكيد بدكتوره ايمان. انا سعيده ليه؟ لانه دكتوره ايمان هتقدر بالفعل يعني تضيف يعني في هذا التكليف. خلينا ناخد بقى دكتوره ايمان عبر التليفون. يعني اتفضلي كملي بقيه كلامك. يعني كنا بنسالك يعني عن هذا التعيين وهذا التكليف. انا عايزه اسالك دكتوره ايمان، ايه اول حاجه نفسك تنفذيها او نفسك تطرحيها وتتبنيها؟ الحقيقة يعني احنا محتاجين في بعض الامور اللي احنا ممكن نعمل عليها في الفترة القادمة، وهي مواجهة التحديات اللي بتواجه الاشخاص ذوي الاعاقة بشكل عام. يعني احد التحديات دي اللي هو استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي طبعا احد انجازات القانون الاخير. في بعض الامور اللي هي بتعوق ده من خلال الموقع، محتاجين نتواصل اكثر مع الجهات المعنيه في وزاره الاتصالات. في مشكله ثانيه هي تعدد الكشوف الطبيه، يعني اجي اعمل بطاقه لازم اعمل كشف، لو عايز اعمل معاش اعمل كشف ثاني، لو عايز اعمل ترخيص سياره اعمل كشف ثالث. فطبعا دي بعض الامور بسبب يعني عايزه تعملي تقليل الخدمات تبقى في جهه واحده. يعني بالظبط كده بالظبط كده. يعني دي كمان انا بحمي انا بحاول احمي الاشخاص ذوي الاعاقه
من اي مشاكل صحيه، فبالتالي انا بقى ممكن اقدم له الخدمه الفحص الطبي في المنزل كما حدث مثلا في خدمه بطاقه الرقم القومي، او طبعا التفضل من الدوله انها بتبعت وزاره الصحه لتلقي اللقاح مثلا يعني. فده احد التحديات. برضو في بعض المواصلات ممكن تكون غير متاحه، عايزين نعمل فيها سياحه اكثر. في بعض المواصلات ممكن تكون ما تمنحش التخطيط المناسب لذوي الاعاقه او المرافق، يعني الحقيقه برضو ده من احد التحديات. طبعا احنا عاوزين زي المواصلات اللي بره، لما واعتقد انه لان مصر كمان الحقيقه لسه الرئيس عنده يعني قدم تكليف اعتقد بالامس بانه يعني ال النقل الجماعي بانه يكون في السرعه من الانتهاء بيه، اعتقد انه هيكون في مواصفات مهمه جدا زي الاتوبيس انه ينزل شويه فيقدر لو حد مثلا بكرسي او كده يطلع بسرعه وده يساعد كمان. الحقيقه في بعض المحطات ما فيهاش الاسانسير، فده برضه محتاجين نشتغل عليه مع وزاره الاتصالات. احنا الدور بتاعنا هو التوعيه بالحقوق ومتابعه التنفيذ وتطبيق الحقوق دي على ارض الواقع. اكيد يعني بنشوف ان ده دور مهم جدا، نحب ان احنا في الفتره القادمه من خلال الشكاوى والمقترحات اللي بتجينا عن طريق اشخاص ذوي الاعاقه نقدر ان احنا نبلغ بها الجهات المعنيه لاي انتهاكات او اي تقصير في تطبيق القانون يعني. أكيد. دكتورة إيمان أنا سعيدة بيكي ومتأكدة أنك هتتابعي سواء يعني طرح أشياء جديدة أو أنه تنفيذ القانون أو أنه يبقى فيه خدمات يعني أكثر يعني سهولة في التنفيذ. بشكرك جدا دكتورة إيمان كريم المشرفة على مجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. شيء جميل جدا، هي نفسها دكتورة إيمان الحقيقة يعني أعتقد هي خير من يمثل هذا المجلس، وأعتقد أنها هتضيف كثيرا، وهيبقى فيه كمان ثقة وتفاعل ما بينها وما بين الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن شاء الله تقدر تقدم لهم حاجة كويسة.